السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ان شاء الله في الفيديو ده اصدقائي الاعزاء هتكلم عن موبايل جديد من اوبو في الفئة السعرية الاقتصادية، بالتحديد من سلسلة الايه. هتكلم عن الاوبو A3X 4G، خلي بالك في نسخة 5G هتكلم عنها الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فلو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم الموبايلات. المهم ان شاء الله من خلال الفيديو ده هنعرف كل شيء حرفيا عن الاوبو A3X 4G، فتابعونا للنهاية. بس الأول صلى الله على النبي ويلا بينا. أهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للأوبو A3X 4G، والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من إيه. الموبايل أصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر أو الإطار الجانبي، والواجهة طبعا مصنوعة من الإزاز، والوزن 186 جرام، والسمك 7.7 ملي. الموبايل مضاد للصدمات، يعني مش هيتكسر من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، ممكن تيجي في الرابعة. ومضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP54. تصميم الموبايل نفس تصميم الاوبو A3 اللي اتكلمت عنه الفيديو اللي فات، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. ومفيش اي اختلاف في التصميم، الاختلاف بيجي في بعض المواصفات اللي هنعرفها ان شاء الله من خلال الفيديو، فتابعونا. الموبايل بيجي بشريحتين اتصال مع تركيب كارت ممر عشان تزود المساحة الخارجية زي ما انت عايز، وبيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر البار، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه فيس اللوك. وكمان الموبايل بيدعم تقنية NFC في بعض الاسواق، يعني بعض الدول هتلاقي الموبايل بينزل من غير خاصية NFC، وبعض الاسواق هتلاقي الموبايل بينزل بخاصية NFC. ودي نقطة لازم اوضحها، لان الناس بتتفاجئ ببعض الموبايلات اللي بيشتروها ما بيكونش موجود فيها خاصية NFC رغم ان تم الاعلان عنها من الشركة نفسها. دي القصة وما فيها علشان تكون عارف القصة ماشية ازاي. المهم نرجع لكلامنا عن الاوبو A3X 4G. كمان الموبايل بيدعم مدخل سماعات الاذن، تقدر تشغل سماعات الهاند فري من خلال جاك 3.5 ملي. وكمان الموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور. على فكرة معرض الصور بيدعم الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور، ودي من بعض مميزات موبايلات اوبو. والموبايل بيجي باندرويد 14 مع واجهة كولور OS 14، احدث واجهة من اوبو. والموبايل هينزل له تحديثات من 3 لـ 4 سنوات. والوان الاوبو A3X 4G الاحمر والازرق زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو A3X 4G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الاداء والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5100 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 45 واط، ودي من مميزات الموبايل. ومنفذ الشحن تايب سي، بطارية الموبايل قوية وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. طالما انت استفدت من الفيديو مفيش مشكلة انك تعمل اعجاب، مش هيخسرك اي شيء على الاطلاق. انت كده كده موجود على النت وبتشحن باقة وبتعمل حاجات كتير، فمش هتيجي على اللايك اللي انت هتعمله لو انت استفدت. يا سيدي ما استفدتش اطلع ولا كأنك شفت اي حاجة. المهم نرجع لكلامنا عن الاوبو A3X 4G، والمرة دي مع مساحة التخزين. الموبايل بيجي باكتر من اصدار، الاصدار الاول رام 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، والاذار الثاني رام 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثالث رام 6 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الرابع والاخير رام 6 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت. وطبعا الرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير من مساحه التخزين الرئيسيه. وكمان الموبايل بيدعم تركيب كارت ممر عشان تزود المساحه الخارجيه زي ما انت عايز. نيجي بقى لشاشه الموبايل، شاشه العرض اللي هتشاهد عليها الفيديوهات او كنت هتلعب على الموبايل بعض الالعاب الخفيفه. خلي بالك دايما من الالعاب الخفيفه، علشان دي حاجات ما بين السطور لازم تكون عارفها. لما اقول لك العاب خفيفه اعرف ان الموبايل رايح على فين. المهم شاشه الموبايل بتيجي من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.6 بوصه بجوده الاتش دي بلس مع معدل تحديث 90 هرتز. هيفرق في سرعه الشاشه نوعا ما، وكثافه بكسلات 264 بكسل لكل بوصه، والسطوع 1000 شمعه علشان الشاشه تكون واضحه في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس. وطبعا موجود على الشاشه طبقه حمايه من نوع الباندا جلاس. الشاشة بالأرقام وعملينا صديقي العزيز هتقدم أداء جيد وسريع بالنسبة للاستخدامات العادية زي التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو في أي استخدام تاني عادي أو حتى ألعاب خفيفة. اما الالعاب الثقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير او العاب البلاي ستيشن والعاب الرسومات العاليه بشكل عام، الشاشه هتقدم اداء ضعيف. هتاخد اداء رائع في البدايه مع استخدام الموبايل، ولكن بعد كده
الموبايل بيموت حرفيا فجأة بالنسبة للألعاب، أما الاستخدامات العادية بيفضل شغال بدون أي مشاكل. لازم تعرف وتفهم إنك لو عايز موبايل في الألعاب دور على موبايل بيدعم جرافيكس عالي مش جرافيكس ضعيف، أو موبايل على قد الحال، لأن كل فئة سعرية ليها استخدامات معينة. أما عن أداء الأوبو إس3إكس 4G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد، تعالوا كده نشوف. المعالج أصدقائي بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 6S الجيل الأول. أما المعالج الرسومي للموبايل أدرينو 610، المعالج من المعالجات الرائعة بالنسبة للفئة السعرية الاقتصادية، بيقدم أداء قوي جدا بالنسبة لاستخدامات السوشيال ميديا أو مشاهدة الفيديوهات. لو أنت عايز تحمل أفلام وتشاهدها على الموبايل، الموبايل بيقدم أداء كويس، وكمان لو أنت بتتفرج على الصور أو تصور حتى بتاخد اداء كويس. اما الالعاب التقيلة، عايز تثبت اي لعبة عندك زي بابجي، ثبت مثلا بابجي لايت او اي نسخة لايت من الالعاب اللي انت بتلعبها علشان تاخد اداء كويس، لان الفئة السعرية بتحكم. دايما مش هتلاقي في الفئة السعرية الاقتصادية موبايل جيد في الالعاب الا في بعض الشركات اللي بتضحي تضحيات كبيرة، زي مثلا شركة انفينكس بدأت الفترة الاخيرة بتعمل موبايلات في الفئة السعرية الاقتصادية مخصصة للالعاب بس، ودي حاجة رائعة من الشركة انها خدت بالها من نفسها وحاولت تطور بشكل كبير في كل شيء. انفينكس الفترة الأخيرة أثبتت وجودها ما بين كل شركات الهواتف المحمولة، بس تفضل على نفس التضحيات، مش دايما كل حاجة عالية بتجيب لك مكاسب كبيرة. ضحي علشان تعيش، زي ما بنشوف أهلنا وإخواتنا مضحيين لحد دلوقتي بعد مرور سنة. طبعا انتوا عارفين أقصد مين، علشان اليوتيوب واخد باله حبتين مننا الفترة الأخيرة، حتى لو عرضنا صورة بيقيدوا المحتوى إن هو يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. خليكم دايما على الخط معايا، معلش بطلع كل شوية بره اطار الفيديو، بحاول اغير من جو الفيديو علشان لما تيجي تشوف الفيديو ما تملش. المهم والاهم نيجي بقى الكاميرات الموبايل، واولا الكاميرا الامامية واللي بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفاتح عدسة 2.2 وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. الكاميرا الامامية هتقدم اداء متواضع لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف، اداء مش الحال بالنسبة للفئة السعرية الاقتصادية. اما الكاميرات الخلفية بتيجي ثنائية مع فلاش ليد، الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 8 ميجا بكسل بفاتت عدسة 2.0، والكاميرا التانية عدسة مساعدة للذكاء الاصطناعي. طبعا انت دلوقتي بعد ما قلت الكاميرات الخلفية بتقول ان انا في حاجة غلط، ان انا قلت ان الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل مش 50 ميجا بكسل زي بعض المنافسين في نفس الفئة السعرية. الموضوع مختلف تماما، لاننا بنشوف في موبايلات ايفون دقة الكاميرا بتكون 12 ميجا بكسل وبتقدم اداء خرافي. ده بيرجع لعدة عوامل، للمعالج والشاشة وبعض الوظائف داخل الموبايل. وبشكل عام الكاميرات الخلفية بتقدم اداء جيد من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة رائعة واضحة والوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لمحتويات علبة الاوبو S3X 4G، تعالوا كده نشوف العلبة بيكون موجود فيها ايه. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقوة 45 واط، كابل USB تايب سي، وجراب لحماية الموبايل، ودبوس معدن الاستخراج شريحة الاتصال وكارت الميموري، ودليل البدء السريع او كتاب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الاذن، وده امر عادي بالنسبة لأوبو الفترة الاخيرة، كانت قبل كده بتنزل سماعات الهاند فري مع موبايلاتها في العلبة. تعالى بقول لك على الخلاصة علشان تعرف اذا كان الموبايل يستحق انك تشتريه ولا لا، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لا. من الاخر كده صديقي العزيز، لو انت عايز الاوبو S3X 4G للاستخدامات العادية او تصفحات في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور او اي استخدام عادي او العاب عادية، اشتري الموبايل على بركة الله، هيقدم لك اداء كويس. اما لو انت عايز الموبايل في الالعاب التقيلة زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او العاب الرسومات العالية، ما انصحكش بالاوبو S3X 4G، دور على اي موبايل تاني في اي فئة سعرية تانية. اما لو انت عايز الموبايل في التصوير هيديك صورة جيدة، فلو انت عايز الموبايل تستخدمه في التصوير مثلا بتصور نفسك، بتصور، بتحب تعمل يوميات، الموبايل هيقدم لك اداء كويس. ولكن لو انت عايز الموبايل في تصوير عالي ما انصحكش بيه برضو، دور على اي موبايل تاني في اي فئة سعرية تانية. وبطارية الموبايل بتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، زائد ان الموبايل بيدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، هيشحن في وقت قليل جدا، ومنفذ الشحن تايب سي. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الاوبو S3X 4G. هقول السعر العالمي للموبايل والسعر في بعض الدول العربية، لان الموبايل ما نزلش كل الاسواق العربية. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 115 دولار امريكي، يعني بالمصري 6000 جنيه. اما في السعودية 469
60 ريال، وفي الإمارات 416 درهم، والسعر في قطر 427 ريال. أما سعر الموبايل في المغرب 1206 درهم، والسعر في الجزائر 23712 دينار، وفي ليبيا 632 دينار، وفي الكويت 34 دينار، والأردن 80 دينار. ده سعر نسخة الرام 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بالدولار وفي بعض البلدان العربية. لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة تانية سيبوا لي تعليق هرد عليكم فورا إن شاء الله. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. والنهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.